المجموعة الثالثة طبعا معانا السنغال وكاميرون وغينيا وجامبيا. دي مجموعة بقى نارية، دي مجموعة يعني هيبقى فيها مجموعة من المباريات حتى الممتعة للمشاهد أو المتابع للكرة الأفريقية، السنغال والكاميرون، جامبيا كمان منتخب قوي جدا على مستوى الشباب وعلى مستوى الناشئين وعلى مستوى حتى البطولة اللي فاتت. المنتخب الغيني كمان منتخب قوي، يعني احنا لعبنا معاه في التصفيات وكان منتخب يعني رزل بلغة الكورة، فهتبقى مجموعة صعبة قوي خصوصا ان فيها حامل اللقب يعني اللي هو المنتخب السنغالي، وعلى فكرة حامل لقب وما زال واقف على رجله، احيانا بيبقى حامل اللقب بينهار شوية بعد فوزه بالبطولة، ولكن محافظ على مستواه. كانوا في كأس العالم وصلوا للدور الثاني، رجع لهم نجمهم ساديو ماني اللي كان غايب عنهم في ماتشات كأس العالم، عندهم مجموعة من المحترفين محتكرين القارة على مستوى بطولات الناشئين والشباب والشاطئية والمحلية يعني. فالسنغال بتقدم في الفترة الأخيرة شكل مختلف للكرة السنغالية، بيخططوا كمان حلو قوي، بنوا ملعب جديد اللي لعبنا عليه المباراة الأخيرة في تصفيات كأس العالم، وبيهتموا بالملاعب، بيهتموا بالأكاديميات، فلا السنغال حالة في الكرة الأفريقية حاليا. طب ومين اللي ممكن نقول عليها يبقى مفاجأة برضه في المجموعة دي؟ منتخب جامبيا دايما بيفاجئنا باداء مميز، فعشان كده المجموعه تبقى صعبه، لان المجموعه الاربع عناصر مفيش العنصر اللي احنا نقدر نقول عليه العنصر اللي هيبقى حصلت المجموعه، لا الاربع المنتخبات هيبقى لقاءاتهم فيها نديه، اتصور المجموعه دي مش هتتحسم بسهوله وغالبا هيطلع منها ثالث، لان احنا برضو نقطه في مهمه لازم المشاهد يكون مدركها، ان البطوله لما زاد عددها ل 24 بقى عندنا اربع توالد، فبقى عندنا فرص كبيره قوي لتخطي الدور الاول، وبنعتبر كمحللين ان الدور الاول في البطولات اللي هي فيها 24 فريق ده بيعتبر بمثابه استكمال لمرحله التصفيات. مظبوط. يعني البطوله بتبتدي فعليا من المرحله الاقصائيه اللي هي دور 16 او دور الربع النهائي. مظبوط. زي ما بنقول عليه.